كيشتغل في الصف الاماميه، كذلك الاخوان اللي كيشتغلوا في الصف الاماميه عندهم اكثر من 45 غادي يستافدوا من التلقيح، المواطنين اللي اكثر من 75 وعندهم وحده صحيه غادي يستافدوا، ولكن انه خلال المراحل الجايه فالدوله المغربيه وضعت واحد البرنامج، يعني انه الفئات كلها اللي اكثر من 17 سنه غادي تستافد من التلقيح، يعني ما يمكنش نبداو كل شيء في خطره، لانه خص يمشي هذا الشيء بالتدريج، لانه كما كتشوفوا انه العمليه خصها واحد، يعني التدقيق في العمل ما خصهاش نزربوا، ما خصناش بزاف، لان باش ننجحوا العمليه خصنا التركيز، لان لا لوجيستيك ديالو، لانه العمل ديالو هذا هو اللي مطلب منا اليوم باش نركزوا على هذا العمل ديالنا ونديروا اليد في اليد، لانه كانتم كاعلاميين عندكم واحد الدور كبير انكم تقدموا واحد، يعني واحد الخدمه كبيره للمواطن باش يفهم ويشوف ويعرف، لانه التلقيح اليوم هو المفتاح، هو الحل الوحيد باش يمكننا نقضيو على هذا الوباء، لانه جربنا جميع الوسائل، جميع الوسائل راه جربناها ولكن ما لقيناش الحل، الحل كيكمن انه في التلقيح اللي ماشي سهل باش توفر عليه الدوله المغربيه، ولكن الحمد لله بالقياده ديالنا الله ينصرو استطعنا باش نجيبوا هذا التلقيح ونكونوا من بين الاوائل اللي كيستافدوا من هذا التلقيح، فانا اليوم انا كمواطن جد سعيد ان استفدت من الجرعه الاولى ديال التلقيح، شكرا لكم. جد مريح، فالحمد لله أننا عانينا مدة سنة من تعب هذا الوباء على كل الأصعدة، يعني تلقي هذا اللقاح هو بمثابة أمل اللي إن شاء الله اللي غادي نحققوا به القضاء على هذا الوباء والرجوع للحياة الطبيعية. واحد 10 دقائق للمراقبة من بعد أخذ جرعة اللقاح. اللقاح هو كباقي اللقاحات ديال الصحة العمومية بسيط، هذا اللقاح بالخصوص فيه جرعتين، إذا الجرعة تأخذ واحد بضع ثواني ديال الانجيكسون، شي حاجة اللي بسيطة. طبعا في الأول كانت مراحل أخرى، كانت مرحلة ديال يعني كونسلطاسيون استشاره مع الطبيبه اللي تشرح لي واش كاين عندي شي موانع ديال التلقيح، واش صحتي يعني تتمكنني الحاله الصحيه العامه ديالي واش تتمكنني بانني ناخذ الجرعات. موراها دزنا باش خدينا الجرعه الاولى، وطبعا دابا واحد 10 دقائق ديال في قاعه المراقبه ديال الراحه، وان شاء الله عاد نخرجوا باش نمارسوا حياتنا بطريقه عاديه. احنا اصلا جينا اليوم نبداو كشغيله صحيه باللقاح، يعني باش نعطيو واحد القدوه للناس اللي هما متخوفين واللي هما يعني مازال مترددين، باش يشوفوا باننا حنا الاولى اللي في الصحه، حنا اول وحدين اللي انخرطنا في هذا الورش ديال الحمله الوطنيه للقاح كباقي زملائنا في العالم كله. واللقاح ما عندوش يعني ها انتم شفتوا بزاف دابا ديال الناس اللي خداو اللقاح ما عنده حتى شي تاثير، زعما هو بسيط جدا كباقي اللقاحات اللي معمول بها في الصحه العموميه، والا ما انخرطناش دابا يعني ما ساهمناش في محاربه هذا الوباء. هذه المرحله هذه ما هياش يعني شي حاجه اللي اعتباطيه، جات من بعد دراسات ومن بعد يعني توصيات عالميه، وجات ك يعني واحد المرحله لمحاربه الوباء باش بلادنا تخطى هذا الوباء، وهو واجب اللي بالنسبه لينا حنا مهني ووطني اكثر من اي حاجه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.